أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة التنسيق التام بين الوزارات، خاصة في الملفات المشتركة التي تهم المواطنين وتتعلق بالخدمات المقدمة لهم. وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، وجه مدبولي الوزراء بالتنسيق مع المحافظين، وذلك لسرعة إنجاز الأعمال والمشروعات المختلفة وفق التوقيتات المقررة لها. كما أكد ضرورة التواصل المستمر والفاعل مع أعضاء مجلس النواب وحضور جلسات البرلمان واللجان المتخصصة عند مناقشة ملفات وزارتهم، مشيرا إلى أن هدف الحكومة ومجلس النواب واحد، وهو تحقيق صالح الوطن والمواطن.